نروح دلوقتي للسودان واللي فيه سوق في أم درمان مشهور جدا بالحرف والمشغولات اليدوية، والعمال اللي بيشتغلوا في الصناعات دي بيعتزوا جدا بالحرفة بتاعتهم، بيعيدوا أحياء المشغولات التراثية المرتبطة عندهم بمناسبات مختلفة. خلونا نشوف إزاي في سياق التقرير اللي جاي. في سوق الحلي بأم درمان في السودان يشكل الحرفيون المعادن بمهارة على شكل أقراط وقلائد وأساور بزخارف تقليدية من الثقافة القديمة. وقال عبد الحسيب محمد وهو صانع حلي سوداني: هنا تباع كل أشكال الحرف التراثية التي تعودنا عليها في كل المناسبات. الآن إحنا ننبعه، بعد ما ننبعه هنا في الجدال بنقصه يطلع معانا الجدال مقاسات. هسه انتشرت بقت، يعني بقى الشغل بقى جاهز، والشغل بقى بيجي من الخليج وبيجي من الايطالي والحاجات دي. طب الشغل ده، الشغل ده سيجا يعني في حاجه بسيطه ما كتير. نسرين عمر سليمان كوكو مصممة ديكور وصاحبة معرض حلي. ورغم أن الحلي السوداني المصنوع يدوياً سمة تقليدية لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، إلا أنه يواجه الآن تحدياً بسبب الوضع الاقتصادي وتدفق البضائع المستوردة، مما أدى إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعملون في هذه الحرفة. السودان بلد غني بتنوع الثقافات، نحن بنمتلك حضارة وثقافة عمرها أكثر من 7000 سنة، تاريخ للفنون والحلي للكنداكات السودانيات عمرها أكثر من 7000 سنة. كثير من الحلي السودانية أو المروية القديمة أخذت شكل الهلال. واشتهرت الثقافة القديمة التي ازدهرت على الضفة الشرقية لنهر النيل في شمال الخرطوم بالأعمال الحرفية الرائعة والمشغولات اليدوية.